هتكلم في موضوع يعني مش هيزعل ان شاء الله، ما يزعلش الصالحه التقيه الزوجه اللي عايزه رضا ربنا سبحانه وتعالى. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، والله شرف وعزه ووسام فخر للمراه لما تحب زوجها حب بجد، ويبقى زوج وراجل وحنون ويحتوي في علشان الناس بتقول لك ما فيش رجاله كده، لا في رجاله محترمه وفي رجاله خلوقه وفي ازواج اللهم بارك في معاملتهم مع زوجاتهم، في عشان بس ايه نبقى فاهمين. لكن خلينا نقول شرف وسام فخر يا كل زوجه. اسمع مني يا بنتي، سيبك من الكلام انت لو حبيتي، وانا اعرف كويس ان المراه لما بتحب بتحب بجد، ولما بتعطي بتعطي بكل قلبها. شرف وسام فخر ليكي، شرف لينا كزوجات خدمة زوجنا، شرف لينا رضا الزوج، شرف لينا تطيب بخاطره، شرف لينا كزوجات. يقولك يعني انا كنت في محاضرة الصبح، في واحدة بتقول لهم يعني من ضمن الاعمال اللي ممكن تدخل السرور على قلب الزوج، ومنها مثلا الاعمال اللي تأنف فيها شوية المرأة، يعني انها تلمح حذاء زوجها. فقالوا لي يعني انت دكتورة هالة بقى بجد قادره بتعملي كده؟ قلت لهم والله اطلع على الهواء اقول، انا ما عنديش مشاكل، مش هقول كده على الشاشة لكن اقول كده في لايف بيني وما بينكم. يعني انا كنت في الشتاء بالذات، لان طبعا حذاء زوجي بيتلبس فيه جهاز علشان رجله كده، فكان لازم ان احنا تخلعي الحذاء وتنضفيه من الطين بتاع الشتاء. فكان طبعا يجي انضف الحذاء وكان يبقى فرحان جدا، طبعا هو ما بيبقاش شايف، يعني طبعا جاي معاه اصحابه، مش عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله بيتنا كان مفتوح ل 24 ساعه، داخل باصحابه وماشي باصحابه، والبيت كان مفتوح كده للخير والله سبحان الله. فكنت انضف حذاء زوجي، وبعدين الاقي حذيه اصحابه المساكين جنبه برضه مش متنضفين، فكنت انضفهم معاهم والمع الاحذيه. شرف وسام والله، ده ذله للزوج؟ ابدا، ده حب للزوج وحسبة لله سبحانه وتعالى. شرف للمرأة؟ والله، وعزة وطاعة طالما راجل ويكفيك يا بنتي، وفي صفات الرجولة وفي صفات الإيمان، من ترضون دينه وخلقه، ما هوش عيب أبدا، ولا يعيب المرأة حاجة زي كده، ولا يعيب الزوجة حاجة زي كده. بس اختاري صح، زي ما بنقول في كل مرة المعيار انك تختاري صح. مش عيب، مش عيب انك تتوددي، ومش عيب. النهارده اصلا عنوان حلقتنا في بيوت منوره، احنا ميعادنا بقى الساعه 8 بتوقيت القاهره يا بشر، احنا ميعادنا بقى الساعه 8 بتوقيت القاهره. عايز اقول لكم ان والساعه 9 طبعا بتوقيت اسطنبول. النهارده هنتكلم عن المراه المثيره، الزوجه ازاي المثيره، وازاي الزوجه تبقى توصل لمرحله انها تبقى في قلب وعين زوجها. هنحاول نقول كلام طيب. ايوه، الزوج الطيب، زوج الطيب الحنين، يا مين ممدوح ماشي بيحسن معاملته، والله احنا عايزين الرجاله كلها كده صراحه، فلا عيب ولا سبه ولا بتوع الاندمين والسترونج والله يعني قمه انوثتك وقمه عزتك اللي ربنا يعزك بيها، في انك تملي اللي حواليك كل حب، تبقي طاقه حب ومنبع للحب، وتعرفي تحبي وتتحبي وتعرفي تنشري الحب اللي حواليكي. المرأة لما بتحب بتبقى حاجة تانية خالص، المرأة لما بتحب بتبقى حاجة جميلة كده وكيوت، وكل الناس اللي حواليها بيبقوا فرحانين مبسوطين بيضحكوا. انا اعرف زوجة معانا هنا في اسطنبول، يعني اخت من اخواتي، انا احسبها على خير، انا كل ما اشوفها بضحك، مش بقدر بقول لها انا بقول لها من فضلك انا ببقى معاكي، مش عارفه امسك نفسي من كتر الضحك، بتضحكني بطريقه، وهي ثابته يعني، هي ثابته ملامحها ثابته كده، وملامحها يعني ما كانها مش بتضحك، بس تقول الجمله توقعك على نفسك. مره كنا في مؤتمر، قلت لها يا عبير الطاقه اللي اديني، قلت طاقه لسه بنتي، بالراحه بالراحه تخليني اضحك، مش هينفع السمت ده، خلينا بكورين شويه، وهي اللهم بارك. ففي واحده بتبقى وجودها كده بيفرح اللي حواليها، وجودها فعلا ممكن يكون في مجروحه جواها، ممكن يكون في الم، لكن يعني ايه ذنب اللي قدامك يعيش الماساه؟ الله عز وجل يا بنتي كنفك، الله عز وجل هو ركنك.
فشرف للمرأة تمسح حذاء زوجها، تمسحه وتطلعه بأفضل هندام، وما بيعرفوش يلبسه، لا ما تسأليه، لا بيعرفوا يلبسوا ولا بيعرفوا يطقموا ولا بيعرفوا يعملوا أي حاجة في حياتهم. أنت اللي بتطقمي وأنت اللي بتظبطي وأنت اللي بتعملي لمسة الجمال، تمشيه وحذائه وحش كده لا 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 لا، ده عنوان وده شرف لينا. أذلة على المؤمنين، وهو زوجك إيه غير مؤمن تقي صالح؟ فيا بنتي يا زوجات ابدأوا بالخير. ماشي معلش ما بيحسوش ما بيعملوش النهاردة في الحلقة، ان شاء الله هنقول كلام جميل جدا، وبصوا عايزاكم النهاردة كله منشن النهاردة للزوجات الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، على برنامج بيوت منورة وإذاعة قناة وطن 1-2-6-8-7 أفقي، وهنتظر اتصالاتكم إن شاء الله. ألقاكم على خير، يا خير حريات الجنة بإذن الله، يا كل زوجة صالحة تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى اللي قدامها مش مقدر ولا حتى قدامها مش مقدر، المهم الله سبحانه وتعالى يراك يا بنتي ويعلم ويعوض الخير. اللهم أمين. اللهم عوضنا خيرا يا رب في الدنيا والآخرة، وجعلنا خير زوجات يا رب، وجعلنا أفضل النساء في أعين أزواجنا، واجعل أزواجنا خير الأزواج في أعيننا. اللهم أمين. يلا ألقاكم على خير عشان سيارة القناة جت. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.